ألف 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 مليون مبروك كابتن شوبير إلى نصف نهائي كأس الإنتر كونتيننتال. وزي ما قلنا في بداية الاستوديو استاد الأهلي ولما لا، طبعا النادي الأهلي لما بيكون ناوي على بطولة دايما بيكون ناوي على أن هو يحصل على هذه البطولة. الحمد لله 3-0 على العين الإماراتي على الرغم من السكواد الجامد جدا والقوي جدا، لكن النادي الأهلي ورجالة النادي الأهلي قدروا أن هم بفضل جمهورهم وبفضل التشكيل وبفضل طبعا رجولتهم في أرض الملعب أن هم يفوزوا على العين الإماراتي بنتيجة 3-0. من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره طبعا فرحه كبيره جدا جدا لاعضاء النادي الاهلي. خلينا نشوف ارائهم. الف الف مليون مبروك، قول لي بقى رايك ايه النهارده في الماتش؟ كنا داخلين خايفين خاصه العين الاماراتي الحقيقه سكواد قوي جدا، تقول ايه النهارده لرجاله النادي الاهلي؟ اولا احنا ما نخافش، يعني ده مبدئيا احنا ما بنخافش، احنا الاهلي وفي البدايه خالص الاول هارد لك لفريق العين الاماراتي، الشعب المحترم والناس المحترمه، وهارد لك احنا الاهلي، يعني احنا الفريق الاقوى في 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 على اسيا وافريقيا وكل حاجه، احنا العالم كله، احنا الاهلي احنا الاهلي احنا الاهلي. والف مبروك 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 لرجاله النادي الاهلي الجميل، الشعب الجميل الاهلاوي، مبروك. ماتش ممتع ما بين بطل افريقيا وبطل اسيا، تقول ايه النهارده عن اداء رجال النادي الاهلي؟ طبعا في البدايه بقول مبروك. من اهم عوامل فوز النادي الاهلي النهارده الجمهور، يعني انا ما شفتش جمهور النادي الاهلي عمل ملحمه، يعني جمهور عظمه، جمهور يهد جبال. ومعلش بقى النادي الاهلي دلوقتي كل 3 ايام بياخد بطوله، يعني وده قدر يعني حاجه، يعني حاجه بصراحه يعني شرف كبير، يعني يعني النادي الاهلي دلوقتي يعني يشرف اسم مصر، ولسه اللي جاي احسن ان شاء الله. النادي الاهلي يا جماعه هيلعب كاس عالم رقم 10، يعني مش محتاج اقول لك النادي الاهلي بطل افريقيا يا جماعه، الرقم ده يعني يزعل الناس، صعب حد يعني ينافس النادي الاهلي. النادي الاهلي النهارده اكنه بيلعب حصه تدريبيه يا جماعه، وبقول للكابتن شوبير تحياتي ليك ومبروك. توقعاتنا النهارده كان يمكن النادي الاهلي ان هو يكسب 2-1، ولكن 3-0 نتيجه كبيره اكيد على العين الاماراتي فريق محترم. ان شاء الله الاهلي يجيب 3 ويجيب 4 ويجيب اكتر من كده. انا عايز اقول حاجه واحده، العين ما تعلاش على الاهلي من الاخر. تقول ايه النهارده وشايف مين رجل المباراه؟ والله الحمد لله النهارده الاداء واللعب حلو والحمد لله والشكر ده من عند ربنا، اللعب الحلو ده والحمد لله. الحمد لله النادي الاهلي قادر على كل شيء من امبارح، واول عمالين يقول له العين العين وسفيان وسفيان. الاهلي ما بيهموش حد، الاهلي مع ربنا هو الكل هو الكل، وان شاء الله كل بطوله هناخدها باذن الله بالعرق وبالجد، وان شاء الله كل بطوله هناخدها. تتوقع النتيجه دي النهارده؟ والاهلي حديث. والله الصبح وانا ماشي قلت له احنا رايحين نجيب 3 من الاستاد، بس كنت متوقع 3-1. وانا عايز اقول حاجه واحده بس، علي معلول فوق دماغنا، الجيل ده جيل علي معلول. تقول ايه رجاله النادي الاهلي النهارده؟ مبروك. بس اكرم توفاه يا جماعه، زي ما انت شفت كده يا كابتن شوبير فرحه كبيره طبعا وسط اعضاء النادي الاهلي، اكيد لسه مكملين معاكم لقاءاتنا زي ما انت شايف، فرحه كبيره جدا يا كابتن شوبير. اهلي اهلي اهلي.